اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتهدمين وتعلمين عداني، شر الحليم عارف يا بهجت لو كنت تعرف حاجة مخبية عليا أنا هعمل فيك إيه؟ أنا هخرب بيتك. والله العظيم ما أعرف حاجة. أنت ناسي حضرتك إن أنا كنت بعيد عن سيادة الرئيس. طالما قلت حضرتك وسيادتك تبقى عارف حاجة مخبية عليا. والله العظيم ما تحلفش. بهجت أنا مريم، سيبك بقى من القصر وسيادتك وحضرتك والكلام الفاضي ده. كان في حاجة ما بين هشام وجيهان؟ ممكن حضرتك تهدي؟ هيبقى في بينهم حاجة؟ ما تعصبنيش يا بكت! أنت عارف أنا أقصد إيه؟ طب والله العظيم أنا ما أعرف حاجة. وحياة غلاوتك وأنت عارفة إني عندي قد إيه؟ إني ما أعرفش أي حاجة. وبعدين مش يمكن تكون هلاوس عادية؟ أنت حضرتك ناسية إن جيهان كانت بتشتغل في سكرتارية سيادة الرئيس؟ هلاوس عادية؟ لما هلوس باسمنا ده انا مراته، هيهلوس باسم سكرتيرته؟ سوري يا هانم، انا الحاجات دي ما فهمش فيها. تفتكر يا بهجت كان في حاجه ما بين جيهان وهشام؟ معرفش. ما هكلمهم.
أنا آسفة يا فندم. سيادة اللواء طلعت. ألو. أيوة سيادة اللواء. اعترفوا؟ فعلا. طب ده هايل جدا. عايزين نستغل ده بقى. نقول إن هما كانوا متأجرين ومزقوين علينا. لا أنا واثقة فيك. متشكرة أوي يا سيادة اللواء. مع السلامة. مريم جت. وهي من امتى بيقولوا عليها برنسيسة؟ والله ما انا عارف. هما رجاله كده بيحبوا يحسسوني بالمرياسة. امال انت بتشتغل ايه يا بابا؟ رئيس جمهورية يا بنت. بس كلمة بابا دي طالعة من بقى زي العسل. لا زلة وزن على فكرة. فخص عليكي وعلى رباكي. وهي طالعة لسانك زفر زيها. وانت بطلت الدوشة اللي في وداني دي. ايه دي كندي كراش. كندي سلامة كندك يا اختي. انا غلطان اني جبت لك التاتش. النبي بس ما تعصب نفسك. بس يا بنت بلاش تاتش. امي يا بنت من هنا. ما تعصبش. امي من هنا خلاص. ايه بقى الله. اهلا 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 بالبرنسيسة. هي ايه حكاية البرنسيسة دي؟ الرجال عايزة توجه زوم حلو زي رئيسهم. فين نوجا؟ جوه. أول حد سألت عليه بعد ما فات هو أنت. لازم تعرف إن نوجا اللي ليا في الليلة دي كلها. مع إن هي اللي جت تشتكي منك. خايفة عليا. يعني هي أمك مش خايفة عليك يا مريم؟ في خوف عن خوف يفرق. في خوف بيقوي الظهر وفي خوف بيودي في 60 داهية. بنت أبوك يا بنت. أنا بعد ما أخلص مع نوجا عايزاك في شغل. خير. شغل على مستوى عالي قوي. مش الشغل الوقت اللي انت بتشتغل فيه ده؟ لو زي ما انا فاهم يبقى شغل مع رئيسة صح؟ ألف سلامة عليك يا ست الكل. ايه؟ صحتك ما جاتش على هوا هنا ولا ايه؟ هو هنا في هوا من أصله. القعدة هناك حلوة والهوا نضيف يرد الروح. طب ما ترجعي، ايه اللي مقعدك هنا؟ والله عايزه ارجع. بس الواد رجب كان وحشني. وهي منال واخده بالها مني. البت دي طلعت جدعه. فتحت عيني لقيتها جنبي. مش زي امك الواطيه اللي ما سالتش عني ولا حتى بالتليفون. بس ارجع واقول اللي فيها ده مش وطيان على قد ما هو غل. مغلولة من اللي عملوا فيها ابوك الواطي. 20 سنة شايلاكوا شايلة همكوا ومشاكلكوا لوحدها وما اشتكتش. هي ايه الحكاية؟ هو أنا جاية هنا عشان تحكي لي قصة حياة أمال ولا إيه؟ ما أنا كل ده عشته وشفته يعني. لا يا بت أنا عارفة إنك عشتيه وشفتيه. أنا بتكلم على حاجة تانية. أنا مش بحنن قلبك على أمك ولا بدافع عنها. بس عارفة أمك دي كانت تقفل على نفسها باب أوضتها وتقعد تعيط بالساعات من الهم والمشاكل اللي كانت شايلاها. ياما قعدت أيام وليالي تتمنى في حضن راجل يشيل عنها، ما كانتش بتلاقي. وفضلت صابرة ومستحملة. خوف عليكو ما خلاهاش تدخل عليكو راجل غريب. لحد ما جوزتك وافتكرت ان خلاص الهم اتزاح. بس ما حصلش نصيب والهم رجع لها تاني. اخسى عليك يا نوجا. انا برضو همها. يا بنت همها هي فكرها.
أنا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات. هي اللي شايلت نفسها يا نوجة. كانت لازم تعرف إن إحنا خلاص كبرنا وعندنا مستقبلنا وطموحاتنا. القصد من قول يا حبيبتي إن أنا خلاص حاسة إن أيامي في الدنيا ما بقتش كتيرة. ما تقوليش كده يا نوجة، بعد الشر عليكي يا حبيبتي. اسمعي بس اللي عاوز أقولهولك، العاية اللي جالي المرة دي عاية موت، أنا عارفة. وقع ولا وقعتين كمان ومش هيبقى في تاني خلاص. اللي أنا عاوز أقولهولك يا مريم، ما تخسريش اللي حواليكي، ما تخسريش أمك وأختك. وما دام النصيب جابك انت وابوكي في سكة بعض ما تخسريهوش. ابوكي ده ظهرك وسندك وهينفعك. دوري على الحب يا مريم، ولو لقيتيه ما تسيبيهوش عشان اي حاجة تانية. ما تقلقيش يا ست الكل، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. يا رب. ايه؟ جدتك قالت لك على الوصايا العشر؟ سيبك من جدتي دلوقتي، خليني اقول لك انا عاوزاك في ايه؟ عايزاني في ايه؟ دكتور فريد انا عارف سعادتك كنت عايزني ليه؟ كنت عايزني عشان انا كنت واحد من رجالة هاشم. يعني من الاخر كده انتوا عايزين تعرفوا ايه الخبايا والاسرار بتاعت هاشم، مش كده ولا ايه؟ لا يعني قلت غير كده يا سامح. انت عارف اللعبه اللي احنا فيها كويس قوي، وانا ما اخترتكش عشان انت كنت جوه مصادر هاشم. لا، احنا لو عايزين نعرف اي حاجه عن اي حد نقدر وبمنتهى السهوله. كل حكايه ان احنا عينينا على حملات كل المرشحين وخصوصا هاشم لانه اقواهم. لنفرض إن في لعيب كورة اعتزل لأي سبب من الأسباب، أكيد بيدور على نادي تاني. في الوقت نفسه بقية الأندية بتجري وراه عشان تمضي معاه ويلعب عندهم. صح؟ صح. وأنت لعيب حلو وفي عزك، وخسارة إنك تعتزل. بيقولوا الفاكهة بتبقى مفيدة جدا قبل الأكل. اتفضل. لا مؤاخذة، أصل مفيش حاجة مضمونة اليومين دول. لا لا، إلا العنب، ده من فاكهة الجنة وجنات من أعناب ونخيل. طب خد واحدة بقى عشان نخش الجنة مع بعض. فلو إن لا يكرم المرء في داري إنما مقبولة منك. هاشم الرئيس زي ما محتاج صحفيين وناس ببدل حواليه، محتاج رجالة حقيقي تحميه في الشارع، عشان لو حد من المنافسين فكر إن هو يأذيه يلاقي حد في ظهره. ولا إيه رأيك؟ كلام سليم. وإنت بقى عايزان أنا اللي أحميه في الشارع، صح؟ عليك نور. وبعدين أنا شايفة بسم الله ما شاء الله الرجالة عندك زي ما بيقولوا العدد في الليمون. عايزاك تاخد بالك منه، والأيام اللي جاية دي عايزاك تنشر رجالة كتير جدا في الشارع عشان الدعاية والانتخابات. أصل اللي كان بيعمل كده خلاص اتقلش. شكلك أنت اللي قلشتيه، صح؟ وأنا إيه اللي مطلوب مني بالظبط يا أستاذ توفيق؟ في الحقيقة إن إحنا كنا عايزين نستغل برنامج حضرتك الناجح وحب الجمهور ليكي، وخصوصا انك انت بنت هاشم الرئيس. كمان عايزين نعمل حمله تبرعات كبيره لصالح جمعيه الامل الخيريه اللي بتشرف على 30% من دور الايتام في مصر. يا ريت سيادتك كمان بكره تشرفينا عشان تشوفيها بنفسك، ونعمل لك جوله تفقديه لكل دور الايتام اللي تابعه لينا. اوكي، انا ما عنديش مانع خالص، بالعكس انا هكون مبسوطه جدا لو اقدر اساعدكم. ان شاء الله هتقدري.
خلاص اوكي اتفقنا، بس انا مضطره استاذن دلوقتي عشان ورايا هوا. وزي ما قلت لك انا مش طالب منك انك تغير نفسك او تغير من اسلوب حياتك، لا، عيش حياتك زي ما انت عايز وخد من الدنيا كل اللي انت تحتاجه، طلباتك كلها مجابه، واعتبرني زي ابوك بالظبط. وكمان لو كنت اتكسفت من ابوك في طلب من الطلبات اطلبه منه، ما تتكسفش. قلت ايه؟ بص يا دكتور، انا لو هبقى معاكم مش هيبقى عشان انا مؤمن بافكاركم او شبهكم. اديك شايف اهو، انا مش شبهكم. ولو على كام معلومه اللي عندي عن هاشم، انت قلت بنفسك ممكن تجيبهم من اي حته. بقول لك يا دكتور، انت عايزني في ايه بالظبط؟ كل خير، بس اتاكد يعني انك انت وانت معانا هتنبسط، هتنبسط قوي، ولما هتخش جوانا اكتر هتعرف ان الحكايه غير ما انت فاكر خالص. نقرا الفاتحه، نقرا الفاتحه، نقرا الفاتحه، الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. لما سبتكم وسافرت بره كنت ناوي ارجع تاني، بس كان لازم ارجع واحد تاني خالص، واحد بناتي تفرح بيه. هناك اتعرفت على واحد كبير عمل معايا الواجب بزيادة واشتغلت معاه، وبعد شوية رجعني على مصر عشان امسكه في الشغل هنا. فرحت وافتكرت خلاص ان الدنيا ضحكت لي. في المطار مسكت باتنين كيلو بودرة كان حاططهم لي في الشنطة من غير ما اعرف ابن اللي ايه. سجنت، سجنت معايا كل احلامي، واللي بيدخل السجن يا مريم بيطلع منه واحد تاني خالص. هناك اتعرفت على معلم كبير هو اللي باني المنطقة دي وهو رئيسها. عشت تحت جناحه، وحتى لما خرجت من السجن شغلني معاه وبقيت دراعه اليمين، وقبل ما يموت نصبني رئيس المنطقة دي كلها. عملت له الضريح ده وجميله هيفضل في رقبتي لحد ما اموت. انا بقى عايز اقول لك على الوصايا العشر بتوعي، امشي ورا مصلحتك دلوقتي، ما تخليش حد او حاجه تعطلك، اللي يعاديك يعاديه وما تهنوش على يوم حلو، اللي يعمل معاك جنينه شيليه فوق راسك، وما تقوليش لحد يا مريم. ولما تشوفي ابوك تبوسيه، انا فرحان بيك يا مريم. يلا فتحت الشغل، انا شايفه ان جمال لازق لك قوي زياده عن اللزوم. هو هيفضل هنا ولا ايه؟ عجبه المكان هنا وناوي يشتغل معايا. ما يضرش ينفع. طب خلي بالك منه بقى، عشان بنتك منال غاويه بتحبه يعني. طب ما انا عارف، ربنا يستر. انا همشي يا رجب. هتوحشيني يا بنت رجب. وبكده عندنا أربع مرشحين بيتنافسوا على رئاسة الجمهورية: إبراهيم عثمان مرشح التيارات الإسلامية، صابر علي نصير العمال والمدافع التاريخي عن حقوقهم، وفريد حسان المرشح التوافقي للتيارات المحافظة، وهاشم الرئيس اللي أنا مش هتكلم عنه.
مستنيه ايميلاتكم وتليفوناتكم ورسائلكم عشان تقولوا لي ايه رايكم ومقتنعين بمين فيهم. بنت هاشم عماله تلمع في ابوها، ايه وضع راضي بحسابها يعني؟ يا دكتور الكلام ده مش معبر عن الشارع خالص، الناس دي في حته واحنا في حته تانية. يلا بقى يا جماعه عشان ناكل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، شكل الاكل يفتح النفس والله. ده مرات عمي هي اللي عامله الاكل ده كله. والله يا جماعه كان نفسي اعمل لكم اصناف كتير بس الوقت ما سعفنيش. اكتر من كده يا طنط، انت عامله اللي عليكي وزياده. بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. بالهنا والشفا حبيبتي. تسلم ايدك يا هاني. متشكره قوي. بالنسبه للشارع انا خلاص مطمن، عندنا رجاله زياده. البركه في مريم. العفو على ايه يا ريس؟ نتكلم في جد. انا في حاجه في الحمله بتاعتنا مش مريحاني، يا اما الحمله مش كفايه يا اما الحمله مش قادره توصل للناس. في حاجه ناقصانا، في ناس كتيره مش قادرين نوصل لهم. عندك حق يا هاشم، فعلا احنا محتاجين نعمل حمله اوسع واكبر. طب والتمويل؟ بعد اذنك يا ريس، انا فكرت في الحمله بتاعتنا والدعايه، سواء كانت تلفزيون او راديو او جرايد او حتى او الدور، هي كلها لازم تعتمد على اسم هاشم الرئيس اللي المفروض ان في ناس عارفاه. لا 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 معلش، الناس كلها تعرف مين هاشم الرئيس. لا مش كل الناس تعرف هاشم الرئيس، في ناس كتير ما تعرفش مين هاشم الرئيس، وده اللي احنا بنلعب عليه. طب ثانيه واحده، انا شخصيا مش فاهم حاجه، ممكن توضحي؟ اقصد ان سيادتك محتاج نوع جديد من الدعايه، محتاج توصل لكل الناس وكل واحد يشوفك بطريقته الخاصه، لكن توصل للناس محتاجين اعلان كاعلان مش كدعايه. اعلان؟ اعلان اعلان يعني؟ زي اعلانات الزيت والسكر وكده؟ اه كده. هي ايه اللي بيخلي الناس تنزل من بيوتها وتشتري منتج هي مش محتاجاه له؟ احنا كمان محتاجين نروج للمنتج بتاعنا ونقول لهم هم قد ايه محتاجين له. من الاخر يعني يا ريس، احنا محتاجين واحد بتاع اعلانات مش واحد خبير بالدعايه الانتخابيه. تقدر تشوف لنا حد من بتوع الاعلانات ده؟ اه طبعا يا هاشم انا اقدر اشوف. على فكره يا ريس، انا عندي واحد كويس قوي، ولد هايل وموثوق فيه ومش هيكلفنا حاجه. طب خلاص انا موافق، اتفق معاه، بس انا كده هتعبك. انت تعبك راح يا ريس، احنا كلنا وراك لحد اخر الطريق. انت بس احنا سفره دايما يا سامح، شاكرين على العشاء الجميل ده. يدوب العزه يا دكتور، بس بصراحه اللي تستاهل الشكر هي طنط امال. ساعه ما جت عندنا وانا وماجي بناكل اكل عالمي. انا كنت عايز اشكرها برضه شكر خاص، لانها بصراحه بقدر الاكله الحلوه. يعني من زمان زمان قوي ما اكلتش الاصناف اللي انا اكلتها دي بالطعامه دي. بالهنا والشفا يا دكتور، متشكره قوي. من ساعه المرحومه ما ربنا افتكرها وانا محروم. محروم من حاجات كتير قوي في الدنيا دي. سيبوا القرف ده شويه وركزوا معايا. عايزاك تشتغل. اشتغلي ان شاء الله. معايا طبعا يعني. ايوه نشتغل معاكي ايه؟ تشتغل معايا في الحمله. عايزين نشتغل معاكي في حمله هاشم الرئيس؟ اه طبعا. عايزين نحط افكار جديده، يعني فيديوهات، شعارات، نغير من هاشم نفسه. لعلمك انا سيادتك جدا هناك. طيب انت عايزه الفنان، انا بقى اجي معاكم اعمل ايه؟ سيب البتاعه دي من ايدك وانت بتكلمني عشان تركزوا. هتكون هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عايزه اغير من هاشم الرئيس، عايزه روح جديده، لبس، شياكه. وانت بقى ملك الحاجات دي. اعمل لك ده. أنا شخصياً ما بقتش متحمس قوي لهاشم الرئيس زي الأول. يا سيدي مش عايزاك تتحمس له، عايزاك تخلي بالك منه وتركز معايا. بدل ما بتبيع أفكارك بره ببلاش، على الأقل هتبيعها معايا أنا بفلوس. قلت إيه؟ إيه رأيك يا بنت؟ رأيي إنك ما بتعرفش تلعب أصلاً. تعرفوا إن أنتوا الاتنين قلة الأدب؟ طب يلا. تلعبي معانا ولا إيه؟ نلعب إيه؟ عايزين نركز في الشغل. هتدفعي فلوس كتير. أنا معاك، ماشي. اتفضل يا سيدي. رجعولي. قبل ما نقفل حلقتنا النهارده، أحب أفكركم إن المدارس خلاص على الأبواب.
في أطفال كتير محتاجين الدعم المعنوي، بس في أطفال أكتر محتاجين الدعم المادي عشان يبتدوا سنة دراسية جديدة. جمعية الأمل لرعاية الأيتام فتحت باب التبرعات، سواء بالمال أو بالهدوم أو بالكتب. مش مهم هنتبرع بإيه، بس المهم نساعد. بقولك يا منال، بلاش تركزي معايا، بلاش تفكري عملتي إيه وما عملتش إيه عشان ترتاحي. هو أنت اللي بتنسي إنها أختك؟ لا، أنت اللي بتنسي وعاملة فيها إن أنت أمي، ناسة إن أنا أختك الكبيرة. وبما إني أختك الكبيرة فأنا عايزة أديكي نصيحة لوجه الله. قصدك يا مريم؟ قصدي إن جمال ده سهون، بلاش تركزي معاه قوي، وأوعي تفتكري إن هو شالني من دماغه، تبقي غلطانة. سلام. هيا يا برنسيس، ايه مش جاية ولا ايه؟ لا، عندي شغل كتير قوي. سارة، ده انا كنت بحسبك جاية. انت بقالك 24 ساعة ما شفتنيش يا مريم، وحشت ابوك يا بت. بقولك ايه يا رجب، اكبر بقى. انا بكره ان شاء الله حاجة اقعد معاك، بس اللي في دماغي يحصل خير، عشان في صوتك ريحة شر. ولا شر ولا خير. بقولك ايه، جهزي رجالة، عايزة فيهم اتنين او تلاتة بتقول، واستنى مني بكلم التليفون بالليل. ماشي يا برنسيس، عيني. يلا سلام. ولا هيسا، انت هتفضل تتفرج عليها كده كتير؟ لا لا ابدا، انا كنت بشرب سيجاره. والله مش قوي كده، واحده ومش عايزاني. لازم برضو الواحد يبقى عنده احساس. ايوه، زي ما في مريم في غيرها كتير برضو عايزينك. انت طيبة يا أبي منال، هو الراجل اللي جاب مريم ده جابك انت ازاي؟ سامعك بتجيب في سيرتي. في حاجة؟ لا لا يا رياسة، منك اتأخرت بس فأنا قلقت عليك. انت بتعرف تلعب طاولة؟ ايه؟ روح حط الطاولة نلعب 10 واحنا بنتكلم. ماشي. تعملي ايه عندك يا مريم؟ بجيب ورق طلب من الرئيس. ومين اذن لك تدخلي البيت؟ مش ده البيت اللي انت هربتي منه وكأنك ما تعرفيش حد فيه؟ والله الرئيس طلب مني. وبتهيألي ده شغلي. شغلي؟ وشغلك معايا؟ عارفه يا مريم، طلعتي غير ما انا كنت متوقعه تماما. رامي كان دايما بيقولي بس انا ما كنتش مصدقاه. انت مجرد بس ما وصلتي لهدفك دوستي على كل الناس. اللي عملتيه ده مش اصول. ايه لازمته بس الكلام ده؟ وبعدين عيب قوي يا سمية تتكلمي معايا بالشكل ده. عيب؟ انت بتكلميني عن العيب؟ ده انت دخلتي البيت دلوقتي من غير ما حتى تيجي تسلمي عليا. في دي عندك حق. سوري معلش، انا اصلا ما عنديش وقت. ما عندكيش وقت؟ بطلي كدب بقى. ايه ده؟ ده قله اصل. ما تحترمي نفسك. انا من الصبح ساكتهالك، انت عارفه انا مستحملاك ليه؟ عشان خاطر الريس بس. ايه يا مريم، انت ازاي تكلمي ماما بالطريقه دي؟ انت ما سمعتيش الكلام اللي هي قالتهولي؟ ما قالتش كلام غريب على فكره، ولا اخترعت قصه من خيالها. انت مشيتي من البيت ده من غير حتى ما تفكري تكلمي حد فينا. حتى انت يا مريم، حتى انت. انا عمري متشكره قوي، كتر خيركم. على اذنكم. مريم، مريم. نعم. مريم ما تعتبريش ان ده موقف عشان هي امي. انا بقول الحق. من اول يوم وانتي دخلتي فيه البيت ده واحنا كلنا حابينكي. ما حدش فينا كان منتظر منك كده. ليه عملتي معانا كده؟ انا ما كذبتش على حد. انا من اول يوم دخلت في الفيلا هنا قلت انا جايه اخدم هاشم الرئيس. هو شاف ان انا مكانه جنبه في الحمله. لازم اكون عند حسن ظنه. كل يوم مستواكي بيتطور عن اليوم اللي قبله. اه، ده انتوا جايبيني بقى النهارده كلكم عاملين عليا حمله. ايه 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 في ايه؟ صوتك عالي ليه؟
البيت هنا يا ريس كل الناس بتفهم اللي بيحصل فيه بالعكس. انا مفهومه غلط وستك مفهوم غلط. يا بنت ليه قادرة؟ انت قليل الادب. اسمعوا انتوا الاثنين، اسمعوا كلكم، مريم دي اكتر واحده بتساعدني. بدل ما توقفوا وتشجعوها واقفين بتتخانقوا معاها ليه؟ انا مش فاهم والله. من الاخر، من هنا لغايه لما الانتخابات تخلص محدش ليه دعوه بمريم، مفهوم؟ جبتي لي الورقه؟ طب يلا عشان نلحق معاد. اخر الكلام انت، يلا. يا ترى ايه اللي وراك انت وجيهان يا هشام؟ ايه اللي انت مخبيه؟ ويا ترى لازم اعرفه ولا امنع نفسي اني اعرفه؟ على قد ما كنت مستنياك تفوق بقيت خايفه منك. كفايه الاسرار اللي انا شايلاها. انا خلاص تعبت من كتر الاسرار. تعبت. معقول كده؟ أشوفك الصبح وكمان بالليل. مش معقولة يا أكرم، أنت هنا من أمتى؟ أنا من بدري وأنا هنا. بس سيبك أنت، النهاردة أنت أجمل من أي مرة بشوفك فيها. بكاش والله بكاش. شكلك كده جاي تتبسطي. تعالي بقى لما يلا بينا. على ما كل اللي جاي جاي وياخد مكانه فرحها.
شكون في ماضي لازم يتنسي ويتداري.